معنا اتصال من الحوطة، الأخ إبراهيم تفضل. مساء الخير أستاذ خالد، ومساء الخير سمعت الشيخ صالح. حياك الله. الله يسلمك ويحييك. أنا عندي سؤال بس واحد. ما هو؟ اللي هو يطول السلامة، أنا أبي أعرف طبعا ذكر فسلم السبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ذكر وقلب ورجل قلبه معلق بالمساجد. كيف يكون الإنسان معلق قلبه بالمساجد؟ طيب. هذا بس فقط سؤال. نعم يعني يحب المساجد وكل ما خرج إليها يرجع إليها لأنه يحبها ويألفها، هذا معنى قلبه معلق بالمساجد، أنه يحبها ويألفها ويتردد عليها ويرغب فيها والجلوس فيها والاعتكاف فيها. نعم.